كل حال كي تشوف مجريات المقابلة كنا مركزين كما ينبغي في المقابلة، واللاعبين كانوا منظمين. الشوط الأول عرفنا كيفاش نسيروا المقابلة، سجلنا الهدف في وقت حساس، عندنا زوج دوز اوكازيون بور سكوري بور الدوزيام بوت، لا غالب ما سجلناهمش. في طوموا في الدقيقة 95 ولا 96 سجلوا علينا الهدف التعادل، هذا اللي خلى ان تكون خيبه في الفريق، لان الموال تاع لي جوا ماهوش كما ينبغي. تقدر تقول سيطرنا على المباراه تاع بريمير ميطون، دوزيام ميطون فيزيك ما كنا شويه فلونشينا شويه، مي الحمد لله شغل كي تشوف الماتش تاع اليوم الخدمه راهي بدات تبان تاع الكوتش، وان شاء الله نحسنوا روحنا فيزيك ان شاء الله، وتكون ديكليك في لي ماتش الاخرين ان شاء الله. يجوا نشكرهم داروا كاع عليهم، انصار تاني عاونونا في هذه المقابله، ايغاليزاو لنا في الطومور وين تغيد كانوا 3 بوين في جيبنا، ان شاء الله نعاودوا في لي ماتش اللي راهم جايين. نشكر الانصار ويسمحوا لنا بزاف. استهزاء من فريق تاعنا على فريق الخصم اللي كان يعني نعرفوه بلي ما فاز في حتى مقابله، ويجوز في مرحله صعيبه ما عرفناش نسجلوا، ما عرفناش يعني نكونوا في المستوى في المقابله هذه. نشكر الجماهير الغفيره اللي جات اليوم سندنا كما المقابله تاع بن عكنون، يعطيهم الصحه. نشوفوا راه المشكل، ولا كان المشكل المدرب ما كان حتى مشكل، ولا كان مشكل اخر يعني درسوه، وهذه هي كرة القدم، لازم نعرفوا كيفاش نخرجوا من الأشياء السلبية. نقول باللي نقطة خير من زيرو بوان، وين كنا قادرين الماتش كان بيدينا، الحمد لله نقطة خير من زيرو بوان، وين الشعب هذا اللي جا ديبلاصة كاع غاشي والآخر ودعمنا طيلة المباراة. واش راح نقولوا له؟ ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله نجيبوا لي 3 بوين ان شاء الله، ونخلفوا تاع هذا الماتش ان شاء الله.